أجاني السؤال كيف نفرق بين E و A، تمام؟ وكمان A E مثل ما مكتوب، تمام؟ هذول حرف مركبة، خليكم معي أعطيكم عليه أمثلة. أول شي ناخذ E و A، هذول مع بعض بتحاول نحن بنحاول نمد الياء، تمام؟ مثال زيبن زيبن زيبن، يعني رقم 7. ليجن ليجن، فعل ليجن يعني يستلقي. فهون يعني بدك تحاول تمد الياء، هذا هو المقصد بدل حرفين. لكن الاي والاي هدول مع بعض تلفز اي، كتير مهم على فكرة، يعني كتير مهم باللغة الألمانية. خلينا ناخد أمثلة. دي تسايد دي تسايد آيت، تمام؟ فلما لما بتعرف أحرف مركبة كتير بسهل عليك الحفظ أو لفظ الكلمات. دي تسايد الوقت. مثلا ماين ماين بوخ، مثل كتابي ماين ماين بوخ. عندنا كمان دي فغاي هايت، شوف مرتين اجت بالكلمة، فكتير مهم. دي فغاي هايت، فغاي يعني الحرية، كمان بتجي معنا فغاي يعني انه حر، تمام؟ هذا هو المعنى. سلام.